لمناقشة الوضع في الأراضي المحتلة معنا من القدس السيد جمال عمرو المحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك أستاذ جمال. وزير الدفاع الصهيوني يجدد تهديده المتظاهرين الفلسطينيين ضمن مسيرات العودة الكبرى، إلى أي مدى سيؤثر هذا التهديد؟ نعم، حياكم الله أخي والمشاهدين الكرام. هذا التهديد يدل وهو إشارة ومؤشر قوي جدا على أن هذا العدو جبان ورعبيد وخائف تماما من هذه المسيرات، والتأثير هو عكسي تماما، هو أن الناس تزداد إصرارا وتزداد عنادا وتتقدم نحو الخط الزائل بين هذا القطاع وبلاد هذا القطاع. بلاد هذا القطاع هي سائر الأرض الفلسطينية. هؤلاء الناس مبعدون عن وطنهم، وهذا الليبرمان هو كان يعمل أكرمكم الله قوادا على بنك الليلي في بلده الذي جاء منه في روسيا، وعليه أن يعود من حيث أتى، ولا مكان له على هذه الأرض على الإطلاق. مع تشييع ضحية جديدة اليوم للاحتلال على حدود القطاع، لماذا برأيك استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين عزل؟ لأن هؤلاء المتظاهرين العزل والذين بفضل الله لا يخضعون لنظام عربي فاشي ولا لنظام فلسطيني منضبط، وبالتالي يملكون إرادة قوية وصلبة وإيمان قوي بحقهم في أرضهم وحقهم في عودتهم، وهم أحرار، وبالتالي يخشاهم العدو خشية كبيرة جدا، بل ويخشاهم قطعان وسوائب وبهائم المستوطنين الذين دفعوا ليكونوا خطا في، يعني خلينا نسميها الجبهه الاولى او المواجهه الاولى مع قطاع غزه، تسمى سلسله مستوطنات المحاذيه لقطاع غزه، وبالتالي هؤلاء المستوطنون تركوا ديارهم وهربوا وولوا الادبار رغم انهم يحملون السلاح، رغم انهم مدججين بالسلاح، وبالتالي كل ما في الامر ان الاحتلال في غايه الرعب من هذه الجموع التي لديها هذا الإصرار، وبالتالي هو أن يواجهها بكل هذه العنجهية وبالسلاح وبالنيران وبالطائرات. يعني تخيلوا لو أن هذا الشعب الفلسطيني ملك القوة ماذا كان سيصنع. نعم أستاذ جمال، يعني الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى تكررت خلال هذه الأيام القليلة، يعني بتكرار هذه الاقتحامات إلى أي مدى سيزداد الاحتقان على الأرض؟ نعم، هذا شيء يعني مشهود له في التاريخ، أنه كلما ازداد الضغط ازداد الاحتقان والاستعداد للانفجار. وهذا الاحتلال يعني واحد من جنود الله أنه غبي، وبالتالي هذا الغباء يعني الذي دفع به لأن يواجه مثلا شعب فلسطيني بالسلاح في القطاع ويقترب المجزرة رقم 177 ويواصل الاقتحامات أيضا في أهم مقدسات المسلمين، كل هذا مؤشر على أن يعني الاحتلال فقد عقله ورشده وقيادته الصهيونية التاريخية، وأنه يندفع بصورة داعشية خطيرة نحو الهاوية ونحو الزوال. وبالتالي الشعب الفلسطيني اليوم أكثر قناعة من أي وقت مضى بأن أوسلو هي طيب. التي الآن ما الخيار أمام القوى الفلسطينية؟ ليس أمام القوى الفلسطينية أي خيار إلا أن تكون كلها في خندق واحد تحت لواء واحد، هو اللواء الأقصى والقدس أولا والقدس ثانيا والقدس دائما، وبالتالي إعادة البوصلة إلى اتجاهها الصحيح، لأن أوسلو دمرت التضامن الفلسطيني المشترك وأيضا دمرت الأداء الفلسطيني والعمل السياسي الفاشل نتيجة أوسلو، أدى بأن تكون القدس على مفاوضات وضع نهائي يا سيدي، وهذا أمر كارثي أدركه الفلسطينيون. هم الآن يعيدون تصويت ويسقطون القيادة الفلسطينية ويصوبوا تماما باتجاه الهدف الصحيح ويتحدوا تماما في الميدان حتى يعرف العالم اسمع ان الشعب الفلسطيني موحد. نعم. وان هذا الانقسام فقط موجود في بعض الرؤوس المتعفنه التي هي ما من شك لها مصالح خاصه، لانها ربطت مصالحها مع الاحتلال كما ربطت بعض الانظمه العربيه مصالحها ايضا مع الاحتلال. من القدس السيد جمال عمرو المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.